فضيلة الشيخ وفقكم الله. يقول: مر معنا أن من أهل الزكاة المكاتبين وهم أرقاء. نعم. يقول: مر معنا أن من أهل الزكاة المكاتبين وهم أرقاء، ثم ذكر هنا أن الرقيق لا تدفع له زكاة، فكيف الجمع بين ذلك؟ نعم، مر معنا أن من أهل الزكاة المكاتبين وهم أرقاء، لأن الله قال وفي الرقاب، لأن الله قال وفي الرقاب، جعل المكاتبين من أصناف أهل الزكاة. نعم.